السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering. معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي. نواصل مع المحور الرابع Sinusoidal Steady State Analysis، ونكمل مع الجزء الأول لهذا المحور الرابع مع Sinusoidal Source. إذن رأينا أنه الجهد في الAC يساوي VM كوساين أوميغا تي مع فاي. تعرفنا على معنى الVM، كذلك الأوميغا وما يخرج منها من period و frequency. بقي لنا الآن ما معنى هذا الرمز، وهو الفيز أنجل للجهد في التيار المتردد، وهي قيمة هذا الجهد sinusoidal function في الزمن صفر، وهي إما بالدجري أو بالراديانز. إذن مثلا لمزيد فهم الفيز أنجل، مثلا هنا عندي 2 فولتج، عندي الـ V1 والـ V2. ألاحظ هنا أنه الجهد V2 يبدأ قبل الـ V1، وبالتالي نقول الـ V2 leads V1 بكم phase angle؟ بفاي. يعني أنه كذلك نقول أنه الـ V1 lags V2 بهذا الفيز أنجل فاي. لو مثلا هذا الفيز أنجل، يعني الكيرف V2 ذهبنا بها إلى اليمين، فتصبح هذه الفاي تساوي صفر، فنقول أن الـ V1 والـ V2 in phase، يعني الماكسيموم للـ V2 والماكسيموم للـ V1 يلتقيان، وكذلك المينيموم للـ V1 والـ V2 يلتقيان في نفس الوقت، فأقول أن الـ V1 والـ V2 in phase. هنا ثلاث قيم للفيز أنجل. أولا نقول أن الويف فورم تكون in phase، متى؟ عندما تكون الفيز أنجل تساوي صفر، وتكتب هكذا. حذفنا هنا مع فاي لأن هذه الزاوية تساوي صفر. تكون هذه الفيز أنجل إما موجبة أو سالبة، فتكون موجبة إن كانت الفيز بوزيتيف، فتبدأ قبل الصفر، وإن بدأت بعد الزمن صفر أقول أنه الفيز أنجل نيجاتيف. لم يبقى لي الآن للجهد في الأي سي إلا رمز أخير لم نتعرض إليه، وهو يشتق من الماكسيموم امبليتيود أو البيك فاليو الـ VM. إذا قمنا بقسمة هذا الـ VM على جذر 2، فأتحصل على ما يعبر عليه الـ RMS فاليو روت مين سكوير لهذا المصدر
الجهد.